معكم سارة آية زمولي، بيلوت بروفيسيونيل نادي الرياضي ديال إبراهيم أنردي. بديت الرياضات الميكانيكية عندي حوالي 10 سنين. كيفاش لقيت روحي في الرياضات الميكانيكية؟ سيتي ان بور هازار، صدفة. كنت حابة نكون بيلوت دافيون، وشاءت الأقدار أني وليت نسوق الطيارة. كنت حابة نسوق الطيارة ولقيت روحي نسوق في السيارات. ملي كنت صغيرة كنت نحب السيارات، كنت نحب الدراجات النارية. بقيت أشاك فوا نحوس نقول لهم حبيت ندير رالي، حبيت ندير جيمكانا. ومن بعد رحت للفيدرالية، فيدرالية تاع الرياضات الميكانيكية، رحت انخرط. ومن تماك بدا المشوار الرياضي ديالي مع لي سبور ميكانيك. في الحياة العملية تاعي أنا محافظة حسابات، يعني الانضباط ويعني الانضباط. ومن بعد الناس كي نقول لهم بليك انا ندير رالي تجيهم غريبه، تاع يقول لك كيفاش ان كوميسير او كونت ومن بعد نلقاوه فوق موطو ولا نلقاوه فوق ان كواد ولا كارتينغ ولا الي اون تران دو فير لو رالي، تجيهم غريبه. و سورتو فينون دون فام، تاع يقول لك المراه راهي قاعده تدير في الرالي، راهي فوق الموطو، راهي فوق الكواد. بديت مع الاول، بديت في رالي ريغولاريتي، يعني رالي الانضباط. رالي الانضباط ناس يسمعوا يقول لك الرالي الرالي الرالي، عندهم هما في راسهم بلي الرالي سي السرعه. رالي الانضباط هذا حاجه واحده اخرى، سي كو لازم تميتريزي لا فواطور ديالك، تميتريزي لا كوندويت ديالك، او ميم طون لازم تعرف تحسب، باسكو اذا ما تقدرش تطلع حساباتك ما تقدرش تصوت. كانوا عندي بلوزيور تروفي في لي غالي هادوما. كاين دي غالي اللي درناهم هنا في الجزائر، درناهم في الخارج، وتحصلت على عدة ألقاب. الاخر فيهم كان رالي جورجيا، تحصلت على المرتبة الثانية. هذاك الرالي كان سيتان غالي اوف رود، يعني رالي بالكاتكات. هذه كانت المشاركة تاعي الأولى في رالي أوف رود، مثلت الجزائر وتحصلت على المرتبة الثانية مع بلدان اللي كانوا المنخرطين تاعهم كانوا شاركوا في غالي داكار، غالي دي غازيل. ويعني كي تحصلت على المرتبة الثانية أنا سيتي أن أونور بور موا. يعني ملي بديت الرياضات الميكانيكية العائلة تاعي كلهم على بالهم بلي سارة والسيارة قصة غرام مع السيارات، يعني كانوا كل يوم معايا، كل يوم يساندوا فيا. ويعني ومن بعد ما حبيت ننتقل للدراجة النارية، رحت يعني كنت الناس يقول لك الدراجة النارية في الجزائر تاع رجال، ما كاش نساء اللي هنا يسوقوا الدراجة النارية. سورتو كو جي 34 عام، يعني كي رحت نجوز البيرمي تاعي تاع الموطو، الناس قاعدين يقولوا لي راح تسوقي الموطو، نقول لهم وي واحد يحب حاجة يديرها. Le moment, يعني j'ai eu un seul moment où vraiment j'ai eu peur. C'était au moment de يعني في رالي تاع جورجيا. رالي جورجيا ماشي رالي تاع سرعه، ماشي رالي تاع شكون يلحق الاول. رالي تاع جورجيا شكون اللي يجيب اقل
مسافة ممكنة هو اللي يربح. يعني لازم نتايا عندك سواء تروح لين دغوات ولا تروح تقطع الجبل، تقطع الواد، تقطع في الرمل باش تنقص في الكيلومتراج ديالك. انا هذاك الوقت حبيت ننقص في الكيلومتراج ديالي، طلعت في جبل ومن بعد بديت نمشي ان سيغتان مومون لقيت لا فواطور ديالي، خلاص انا لقيت كتافي مع الباب، لقيت روحي سيتي ان باترول، لقيت روحي كتافي مع الباب ولا فواطور مايله. يعني تمك باش تعاود دير مارش اغيير ما عندكش كيفاش دير مارش اغيير، عندك طافونسي وتسييت ماتريزي لا فواطور ديالك. ومن بعد الحمد لله من بعد قدرت كونترولي لا فواطور ديالي. ويعني هذاك سيتي لو مومون لي فريمون جي اي بور في لي سبور ميكانيك. رانا في مجتمع وين يقول لك باللي المراه ما تعرفش تسوق، المراه في الفولو خطر على المجتمع. انا يعني ملي بديت لي سبور ميكانيك وانا نسيي نقول لهم باللي لازم تصحوا النظره هذه، باسكو كاين نساء هم يديروا في الرالي، وانا لقيت روحي في دي غالي ميكس ولي زوم نخليهم مورايا ولي زوم يجي ويقولوا لي نستعرفوا بيك. نقول لهم يعني سي با اون كيسيون داتر فام، يعني خلاص ما تقدرش تسوق ما تعرفش تسوق. المخططات نتاعي يعني قلت لكم على المستقبل القريب اني نمثل الجزائر في رالي جورجيا ونتحصل على المرتبه الاولى. جوفي مانتيغري بلوس في الكارتينغ، وعلى المدى البعيد حابه نمثل الجزائر في رالي داكار ولا رالي الغزالات، يعني رالي دي غازال تاع المغرب.